السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف برنامج تيست فيت. هو برنامج مستقل وفي نفس الوقت موجود منه ادنس جوه برامج زي الريفيت. طيب خلينا نيجي نقول له هنا اول حاجة ان انا عايز اديله المكان اللي هيبقى فيه المشروع، تمام؟ فبقول له مثلا المكان اللي انا موجود فيه المشروع اهوت، تمام؟ بدأ يعمل زوم. طيب انا عايز ابدأ بقى ايه ارسم حدود المشروع بتاعتي، فاقول له هنا علامة زائد واقول له ان انا عايز ارسم سبيس او تايب او طبعا احنا اول حاجه نبدا بيها السايت. بتدوس بس اول نقطه على الحدود اهيت وبعد كده بتقفل الشكل. هو اوتوماتيك بدا يقسم لك ان ممكن المكان ده يتقسم بالشكل ده، لكن هل ده الكلام ده نهائي؟ لا، لو عملت سيلكت بس على النقطه دي كده وبدات تتحرك هو اوتوماتيك بيقول لك والله المساحه الصغيره ديت تقدر ان انت تحط فيها مثلا 5 فيلا، لا 6 لا 4. مجرد حركه بسيطه هو بيبدا ان هو يظبط لك الشغل زي ما انت شايف، وبيديك المعلومات بقى يقولك والله ده هنا الموقع هتستغله بقد ايه، الحديقه اللي موجوده هتبقى قد ايه، وكل المعلومات دي موجوده هتساعدك كتير جدا. وفي حاجات خاصه بالديفلوبمنت، في حاجات خاصه بالسكيم، في حاجات خاصه لو في مشاكل الانرجي الريندر هنا بيعتمد على السكيم، تمام؟ طيب عايزين نسيف الشغل بتاعنا، فاقول له فايل سيف واقول له تي اس تي واقول له سيف. طيب تعالى بقى نروح لبرنامج الريفت واقول له هنا ان انا عايز ادخل هنا على التست فيت واقول له امبورت بروجكت واقول له براوس واقول له انا عايز تي اس تي واقول له اوبن. فهو بقى بيقول لي اني سكيم اللي انت تشغل بيها، لان ممكن تكون في اكتر من واحده. اني سايت، طب انت عايز تدخل ايه، سايت باوندري ولا البيلدينج ولا الباركينج ولا الباوندس ولا البارسلز. ودي المعلومات بقى لو في مثلا فاير وول هتبقى ايه، ستير وول هتبقى ايه، واقول له اكسكلود. يبدا هو يحمل لي المشروع جوه الريفت بحيث ان انا اقدر اشتغل بيه. فبلاقي ان هو جاب لي الحدود اهيت ممكن من بروجكت. تقدر ان انت تشوف برضو المسار بتاع بروجرام داتا تيست فيت، هو ساعات بيحتفظ بنسخ من الشغل بتاعك. ده هنا ملف ار اس دي اوتوماتيك هو بيسيبه هنا في البروجرام داتا تيست فيت.